مساء الخير على كل الجمهور اللي منورنا وشرفونا النهارده. ايه الجمال ده؟ مش معقول. عايز اقول لكم ان انا سعيد جدا 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 النهارده لوجودي على مسرح القريه العالميه للمره رقم 4 ولوجودي في وسط جمهور كبير وعظيم بالطريقه دي. جمهور القريه العالميه وجمهور العربيه 99 وجمهور الهضبه ما ينفعش يكون غير كده. زي ما قلت لكم انا جيت هنا اكتر من مره، بس بصراحه المره دي مختلفه خالص. حد يقول لي ليه؟ مش سامع. حد يقول لي ليه؟ لان بصراحه اصلها بتفرق. لما اقدم نجم كبير ومحبوب ومشهور، ولما اقدم نجم كبير ومحبوب ومشهور ومعدي الناس. انا مش هطول عليكم، انا عارف ان انتم مستنيينه على محرم الدور ومتحمسين جدا زي ما انا متحمس. بس السؤال دلوقتي بيقول انتوا جاهزين؟ طيب يعني هو يا دوب انا سمعت، احنا عايزين نسمعه وهو واقف هنا. انتوا جاهزين؟ تمام. رحبوا معايا بنجم حفلنا النهارده الميجا ستار الهضبه عمرو دياب.
شكرا شكرا جزيلا. اولا مساء الخير عليكم جميعا، وبيسعدني ويشرفني وجودي معاكم النهارده في المكان الساحر ده، وبشكر كل من ساهم في وجودي هنا، روتانا والشركه العظيمه اللي اشتغلت فيها كتير. وانتوا جاهزين؟ جاهزين. Yeah.
حزينة. طب انا عايز اقول حاجة بس بالنسبة للحاجة بس افهموها، السوق ده محدش هيعديه، فانتوا بتقربوا لبعض محدش هيشوفوا يعني، فرجعوا ورا شوية اللي بيقعدوا يزنقوا في الناس دي، يعني خلوا عندكم ذكاء شوية، هتروحوا فين يعني؟ ايوه كده الزنق.
يا بعيد على شنجة تفكر.